دولة الكويت وسلطنة عمان على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المثمر والمفيد للجانبين، خاصة بعد قيامهما بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين شركة البترول الكويتية العالمية وبين شركة النفط العمانية لتطوير مشروع مصفاة الدقم، حيث سنقوم اليوم وبحمد الله وفضله بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الحرفية والبرنامج التنفيذي بشأن التعاون التربوي والتعليمي، ليضافان إلى سلسلة الاتفاقيات والمذكرات والبرامج المبرمة بين البلدين الشقيقين. العلاقات العمانية الكويتية نموذجا راسخا لعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وما يربط الشعبين الشقيقين من واصل المحبة والشائق التاريخية عميقة، وما يجمعهما من مصالح وأمال مشتركة في مستقبل ينعم فيه الجميع بالمزيد من الرخاء والعيش الكريم.